وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا عاشق الحيوانات، دخلوا، هذا واحد اللايف شاخد شاخد بمعنى الكلمة. أنا نشعل الطوب باش يعاوني. هاد الناس ما بغاش تحشم، مدخلين ديك ثقبة المتقوب تيعير سيادو سيد بابا. كلاب غتبقاو ديما هكاك تتنبحو، الله يعطيكم شي مصيبة فهاد النهار. ولكن زطماتك ديك الضغط الطخ ديال ألمانيا، يا ثقبة تطير انت براسك، راه قلت عليك شفار انت براسك، ضحكت عليك بسبعة أورو جاي دير راسك فيا. انا بزاف عليك، انا ما عمري كنت كرشام كمشا ولا ماركيز ولا، لكن حنا نشوفوا هاد الصاره ديال الكلاب اللي تصرتوا علينا بزاف، تصرتوا اكثر من القانون. A MacBook is a brilliant piece of tech, but everyone hates it when their new Mac is ruined by junk. You paid over. تحياتي كبيرة لكم جميع المتتبعين ديالي الغزلان داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هاد الشي بزاف ديال ديك الخنزة ديال ألمانيا ودوية ثلاث سنين، دابا عطاتهم التحفة اللي ولاو قالك صحاب. قالك عنده 40 أوديو. أنا غادي نطلق الأوديو ديالك ونبقى نشرح لك الدرس البقر، انا غنبقى نشرح لك سميتي. ولا سير دخل الفيديو اللي درت الصباح، راه فيه الشرح واضح، غادي نزيد لك شي حوايج اخرين سمعتي. وكل واحد عارف راسو، كل واحد عارف راسو. دي كان فكرتو على راسكم بكري، هاد الاوديو غيتهز غدا ان شاء الله، ماشي غدا، غدا العطله نهار اثنين غيكون في المحكمه، باش كل واحد غادي يعرف راسو سميتي. انا ما عمري ضربت في شي حد، انا فضحت هذاك اللي كان كيدخل عند ديك مولات خيزو كيحكم لها الملفات ديالها، وهاد السميه ديالو راه في الرباط راه هنا. ضحكت عليكم هذيك، ضحكت عليكم، زطماتكم زطيمه ديال العاده، وهضروا على شي حاجه كاينه، شي حاجه انا دايراها سميتي. هذاك ثقبه، هذاك المتقوب، هذاك ولد. انا ما نقولكش امك انا ما دارت ليا والو في حقيقه سيدي ربي، انا ما غنزلش للمستوى ديالكم الداني ولا نطيح من الكرامه ديالي. كاين القانون في البلاد، كاين القانون في البلاد. انا كان عندي نزع الملكيه وغادي يخرجونا من دارنا، وهي كانت كداعي لي المحبه، داك المسخه الله يعطي لدين ما مصيبه في هاد الليله، كانت كداعي لي المحبه وقالت كتعاوني وكدير وكتفعل، وهي محرشه بزاف ديال الناس محرشاهم وكداعي لي المحبه. وفتي لي دعاني العمده ملي وقفت على التعويض، دعاني العمده وطلب 30 مليون اللي ما عطاليش حتى في داري. اتقبى دخلتي في شي مواضيع بعادين عليك، جابت لك الربحه والله العظيم الا جابت لك الربحه. هذيك حمقه مسطيه هبيله، انتوما درتو راسكم، انت كتعرفها براسك، انت راك كتعرفها، لان ضحكت عليك انت براسك ورداتك نصاب ورداتك بزاف ديال الحوايج. دابا اللي عطيها الوقت وخدم عندها اوديوات عندهم 3 سنين سمعتي. دابا فكرتو على راسكم كاملين، هذاك الشيء غادي يتهز ويتحط ونشوفو، شوفو شكون اللي خائن، شكون اللي ما يسواش، وشكون اللي خصو الحبس دابا دابا دابا، خصو يتعتقل. ضحكتوني وحق الله لا ضحكتوني. يا ود ناري، دايرين راسكم في وحده مسطيه هبيله عندها هكا ديال الشكايات بيها ومصائب، وما كتدخلش للمغرب ودابا كتعرفوها. دابا هو المصيبه، كتعرفوا داك الضغط الدخ، كتعرفوها اكثر مني انا.
انا كون كنت كنعرفها كاع ما غتدخلش عندي وما غنحلاش البلوك، وغتدخل عندي بالصفه وهي مجرده من الصفه، وبانها حقوقيه ومتبنيه الملف ديال الطفل ايمان. ضحكت عليكم والله العظيم الا صدماتكم الا كاملين. داك الاوديو ديالك انا سجلته، ها هو انا سجلته باش غادي يمشي المكان ديالو باش نشوفو هاد التصاره هادي اللي تصرتي وهاد قلت الحياه وهاد. وحاجه اخرى اللي كتقول عليا انا عند الوانكم اللي جبد ليا الزروالي، الوانكم عنده الحسابات مع الزروالي وانا اش دخلي فيه؟ ملي قلت له حتى فلان عنده شنو داير شنو داير، انا ما يهضر ليش شي حد على الزروالي. اللي عنده شي حسابات مع الزروالي يمشي عنده يخرج له قاري، خرجوا للزروالي نيشان. علاش كتدخلوني انا في المصائب ديالكم؟ انا غنبقى نشرح الاوديو ديالك، غنبقى نشرحوه بلي ديتاي. يلا عارف علاش ما يستعملوش الاوديات شحال هادي يستعملو دابا؟ سمعتي انت قلتيها بفمك دابا، قلتي ديك الاوديوات قدام علاش تستعملو دابا؟ حيت هاديك عندها ارشيف ديال كل واحد، انت براسك راك عندها، انت براسك راه مسجلك وحطاتك في شوف تيفي. كتنصب عليها قلتي لها عطيني 700 اورو وهي ضحكت عليك صيفطات لك 7 اورو. علي كدافع دابا عليها؟ علي شد منها اوديوات عندهم 3 سنين الله يستر. هاديك راه خصها السبيطار د الحماق ديك السيدة اللي دابا نتايا داير راسك فيها. واخا حنا نكملو الأوديو ديالك، هذا غادي يكون عند السلطات إن شاء الله. الله أكبر، قالك باغي يصلح. الله أكبر. شنو بغيت؟ لاتي شنو بغيتي؟ قالك اللي بغاه حققو. ضربتي في كل شيء، برا ما خليتي حتى شي حد، كل شيء ضربتي فيه. انت خصك المساءله والعقاب، سميتي اللي كتخرج تعطينا المواعيد. سير عطيهم لراسك بعدا هو الاول، عطيهم لراسك و صلح راسك وعاد اجي نصح عباد الله. زيد اسمع اسمع هادي اللي انت غتاخد تنازل ليها، هادي اللي سميتيها انت فاتحه، هادي كانت دايره يدها مع ديك مولات خيزو المعتقله اللي اغتصبت اطفال. وعندي انا تهديد غدير لي عاهه مستديمه. علاش؟ حيت انا ما تخليتش على طفله مغتصبه نقدناها، انت غدير يدك في يديها. سير زيد على بركة الله. سير سير الناس اللي هضرتي على هادي، هادي اللي بالي انت اللي كتهضر عليها بنت الشيفورة، كتجلسها ما حداها وهي اللي كتقرا لها وكتكمل حتى هي كتعاون كذا تسبعي بعض الله بحال بحال ما بنتك. قلتي بنتك سير ما تقيش طالع
بلاتي على هادي. شكون انت اخويا باش دير التحري ديالك؟ عشتي انتما كتعقلوا غير بوحدكم كتقاد بزلو الهضره. شكون انت باي صفه غدير التحريات ديالك وغادي دير المسائل ديالك؟ وانت خطر، انت مجهد علينا. اي 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 زيد. الله اكبر، لك اتصل هو بالجهات المعنيه. شكون انت ثقبه باش تتصل بالجهات المعنيه؟ شكون انت اصلا؟ انت ضارب في الوطن، ضارب في المؤسسات، ضارب في كل شيء، ما خليتي حتى شي حد. شكون انت؟ شكون انت؟ حنا نزيدو نكملو. سمع، الله اكبر، يعني ما تعداوش عليها، عندها الاعترافات الثانيه عليهم ديالها. ايوا وانت شنو دخلك من الاعراب؟ مشيتي تقصيتي سولتي وتحريتي في الجهات المعنيه. الله اكبر زيد. سمع، هذا التهم اللي عندها. ما عمر انا البرد كيوصلني، مشيتي غلطه داك في. انا عارفه راسي شنو درت وشنو تاني ندير. صعيب عليكم الامر، وانا طالب من شي حاجه تقنيه، انا ما عرفتش غنجيب. ولكن احنا عارفين هاد الامور، احنا عارفين هاد الامور. بردي بردي بنتي، الله يرضي عليك، ما تبقاش طالعين نهائيا، ما تعطي لها ما شي اي واحد تعيط عليك. الله يرضي عليكم، لا دخل شي جرثومة شي حشرة مضرة، مسحوه. الله يرضي عليكم، نتوما تبعونا وانا خليني مع هاد الثقبة ديال الميريكان، الرقاصة ديالنا ديال المغرب. قالك بغاو يديرو، بغاو يديروا على ظهرها هي الفلوس. وانت اش تدير اللي درتي الصينيه على الاستاذ المنديمي، سيدك المنديمي؟ انت شنو درتي اللي جمعتي موم صحاح؟ ايوا دخل المغرب تانتايا، دخل 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 قابل سيدك، درتو صواني عليه اللي بغات هما يجمعوا على ظهر على الشيفوره. الله اكبر زيد. نعم امام الجامع، وليتي كتنصح الناس. الله اكبر الله اكبر، امام الجامع خاصك تقراطي، وخاصك عم زين نشد الباب داك القطعه ودخل. خرج يلا، خرج خرج يلا خرج. عندي القط مو برزيط، ما غاديش يخلينا نجلسو في خاطرنا. سمعتي وإمام الجامع؟ زيد ما غنحبسو. هذاك ما سميتوش الزروالي، هذا سميتو سيدك الزروالي اللي مسكت لك القلب. سمعتي، سميتو سيدك الزروالي ماشي السروالي. والخبر راه في راسك، زيد نكملو. رجعوا
مازال علوي ولا ما عاد شنو دير مصايب كحلف هاد الاوديوات دير مصايب كحلف هاد الاوديوات مازال علوي لا لا سي على هادي انا ما عمر الزروالي حركني ها هو كاين حاضر ها هو كاين وبالنسبة لستين الف ريال غنتابعك عليها إلا هو أنا بيني وبينه شي ستين الف ريال الله أعطاني لو قلت له أعطيني شي ستين الف ريال هو حاضر حي يرزق هادي غنتابعك عليها هادي غنتابعك عليها نيت زيد سمع والله هاد الهضرة ما كاينة بالله هو الزروالي كاين هو الزروالي كاين إلا عمرو أعطاني شي فلوس باش نحط شي شكاية ولا عمرو جا عندي حتى المجي ولا عمرو شاف داري كي دايره دابا كنتوما كتديو الذنوب ديال بنادم وكتسمعوا الحتالات تكذبوا عليكم وكتيقوهم ولكن بالنسبه لهاد الهضره انا والزروالي غنرفعوا بك شكاية لا انا عطاني شي حاجه ولا انا بيني وبينه شي حاجه هو حاضر حي يرزق هادي اتهام خطير اللي كتقول داك ثقب داك المثقوب هذاك المسالي كاع هذاك الشيخه ديال الميريكان انا وجهي ماشي بحال الشكانبه عشتي انت كتغلط انت كتغلط غلطه كبيره شكان برك عارفه شكون هي هذيك اللي جالس عليها اللي ما بقى فيها ما يتشاف هي شكان با ديالك امي انا بزاف عليك انا وجهي ديال الشرفه سميتي زيد زيد المصخ ديال ميريكا الوطنيه وطنيه وطنيه بنت مواطن سميتي الخائن اللي كتجي تضرب في الوطن ديالك اللي ما خليتي حتى شي حد وانا والله الا وطنيه وبنت مواطن وبنت مناضل عطى صحته وبعض ضرب ثلاثه د ليطاجات على الوطن وريني انت شنو درتي ولا باك شنو دار انا با باع نظرنا ثلاثه د ليطاجات على الوطن وخلنا بلا 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 والو كنا في ديور الكره وخرجونا منهم في نزع الملكيه وشردونا الجماعه شردتنا وما تهضرش وما تهضرش زيد الله الا ما سكت لكم الى القلب زيد العاهره هي اللي جابتكم ما رباتكش وانا بزاف عليك انا صداقي 20 مليون وصندوق الدب والفا روميو تحطات في باب الدار سمعتي المصخ سمعتي ويمكن انت اللي كتجي تنعس معايا ملي انا عاهره والله تنتابعك بالله والله تنتابعك تفو على امك تفو على الطاسه اللي جاب دين باباك الكل خدامه كتفرشخ خدامه كتفرشخ فاش بلاتي اسمحوا لي يا اخواني خدامه كتفرشخ في القضاء انا ما عمري فرشخت في القضاء بالعكس انا فضحت الفساد والمفسدين يا ضربتي في القضاء ضربتي في كل شيء انت يا سبيتي كل شيء انت كاع قلتي لنا الا كنتي نسيتي حنا نفكروك انت قلتي لنا كاع القضاة في مراكش حتى تيكون راكبين عاد تيبداو يعطيو الاحكام قلتي يا بفمك قلتي يا بفمك طيحتي لنا بالكرامه القضاء النزيه ديالنا مرمطتي بهم كاع على الارض المؤسسة القضائية مرمطتي انت كاع بها الارض وريني انا شنو درت وريني شنو درت انا فضحت الفساد وماشي فضحتو عندك هذيك المسخة هذيك الكلبة هذيك التعاقب هذيك غتعاقب لان دا كان دخلاني بالصفة حقوقية ومعايا في الملف اي حاجة كنا كنهضرو فيها هي كانت كتسجل لان بنت الكلاب ماشي بحالي انا بنت الناس انا ما عمري سجلتها في حياتي في حياتي انا ما عمري سجلت شي حد وماشي ديالي ماشي ديالي ديك الترابي ديالها خائنة بنت خائن زيد شوف
هذاك الوانكم هو والزروالي هكا دايري، وعلاش دخلني؟ علاش كيسولني انا كاع؟ علاش كيجبدوا لي انا كاع؟ وانت عندك الحسابات مع الزروالي وانا لاش؟ اش دخلني معاكم انا؟ نتوما متشادين مع بعضياتكم، هذاك الوانكم ولا انت شداني انا؟ انا شنو دخلني؟ كنهضروا في موضوع تدخلتي ليا في الزروالي، اش بينا وبينو؟ حنا كنا كنهضروا على الموضوع ديال المرحومه سعاد، اش جا منك الزروالي؟ واش دخل شعبان مع رمضان؟ وتقولك ما تهضريش ما تهضريش، علاش قلتي فلان؟ قول فلان الى عندكم حسابات مع الزروالي وسيروا خرجوا له كاري، انا فوتوني سميتو، انا فوتوني. اش كان باهي اللي تحت منك جالسي عليها وما منقيهاش؟ اسمع تركت ماركيز، تركت ماركيز ياك ما انت اللي تشريه ليا، ولا باك اللي كيشريه ليا، ولا جد بومك اللي كيشريه ليا، تركت الخنز سميتي هذاك المصخ، وليني راكم ضاصرين ما مربينش، ولكن راكم جبتو الربحه نيشان، جبتو الربحه والله العظيم، لا جبتي الربحه لا انت ولا داك اللي عطاوك الاوديوات ديال 3 سنين. والله ما كذبتي يا اختي، 3 سنين وتيضرب في القضاء، ما خلى ما دار، ما خلى القضاء دمراكش كله مرمط بيه الارض. ايوا شكون مخلى طيح الهضره كاع الى ادنى؟ ديروا لايكات لي يرضي عليكم، راه كيضربوا لنا اللايف، لايكات ديروا لايكات لي يرضي عليكم، ماشي غير فاقصوا الزروالي ومطرطق ليه المراره، عرفت شنو مطرطق ليهم المراره، ومطرطق جايب لهم تمام الزروالي، ها جوج يقولوا الزروالي، هضره جوج الزروالي، الزروالي الزروالي الزروالي، يتغاو بالزروالي ويتعشاو بالزروالي ويفطروا بالزروالي، ويلي 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 شحال داير فيكم الزروالي، ناري والزروالي، شحال شي داير في هاد الناس؟ رجعوا لله الزروالي. الزروالي شهادشي داير لا انت ولا حنان، شو داير فهاد السيد هذا؟ ما بقاو له مواضيع، ما بقى له والو، وقال لك ما تيعرفنيش، هو اول واحد صيفط له الملف ديال النزع الملكيه، وكان معاه شي واحد سميتو نبيل، ويخرج يكذبني، راه باقي عندي في التليفون كلشي، صيفط له المحاضر، صيفط له كلشي، صحابك جاوبني والله ما جاوبني ولا عبرني ولا عطاني الوقت، اللي قالك تيوقف مع المظلوم وكيوقف مع المسكين، هو اول واحد صيفط له الملف ديالنا، عيالات كبار هجاجل لا مدخول لا والو، وادي خرجونا من ديورنا، صحه صحه غيخرجونا من ديورنا باش يديروا واحد المشروع تافيه مازال ما كملوش، نورمالمون المشروع خصو 2022 يكون كامل، هو مازال ما كملش لحد الان، مازال ما كملش، وتكرفصوا علينا وتكرفصنا لحد الان مكرفصين، ويقول لك ما تهضريش، هو اول واحد تحفه انا صيفط له الملف، قال لك ما كيعرفنيش، وقراه نبيل اللي معاه وما قال لي غنجاوبك وما جاوبش، يمكن عيط له ما بقاش يجاوب، صافي حدك غير صيفطي لي صيفطي لي صيفطي لي صيفطي لي، ورجع للارشيف ديالك تشوف، رجع للارشيف ديالك وغادي تلقى سميتي نزهه العلاوي، وغتلقى الملف ديال النزع الملكيه، وغتلقى المقال ديال المحكمه، وغتلقى كلشي راه عندك مصيفطو لك، صيفطو لك في 2020 2020 صيفط لك الملف وعيط لك وما هضرتيش معايا، هضر معايا نبيل، لان انت فيك مع تحس براسك مع شكون انت، وقيل الاله والله ما نعرف، ودابا قال لك هو ما تيعرفنيش، ما عمرو شافني ولا زيد، والله الا ما سكت لكم الى القلب، واخا جاي عيانه من الاجتماع ماشي مشكل، كل يهون
هذه لبنى قال لك خصها دير عقلها، هذه قالت لك غترد لنا المغرب عهد جديد وغتحيد لنا العهد القديم. ديري عقلك يا لبنى، ديري عقلك. مسكين احبس هنا. انا باش تعرفوني كنت كنخدم ما كنجلس. ملي جبت الاسم ديال القاضي اللي دخل عندها عند مرات خيزو، هي خلاص كنقات لك معايا في الملف. قلت لها انا جبت لكم شكون اللي كيعاوننا في الملفات وكل شيء. شنو قالت لي هي سميتو؟ كتبتها لها هي. انا ملي كتبتها لها قلت لها خصكم تخلصوني على هاد الاجتهاد ديالي. كنضحك، شوفوا واش غادي يقول تحفه اللي مولف بالرشاوي ومولف. زيد عوج راسك ثقبه. هو غادي يدير كان باهي امك سمساره ديال القضاء ولا ماشي سمساره هو نفس القوتو. والله ما عمري كنت سمساره ديال القضاء، كنت سمساره كراني بالدار بالطوموبيل بواحد الكونط في بونكير. سمعتي السمساره هي اللي دابا اللي صيفطات لك هذا الشيء. عرفتي شحال الفلوس جمعات على ظهر الطفله ايمان؟ جمعتهم صحاح حتى المحسنه المليارديره خداتها. يا راه صدماتك، قلت لك راه صدماتك، صدماتك تزطيمه اللي ما عندها حد. لا انا لا علاقه ليا مع فاتحه السمسيره ديالها. هذيك قالت لهم جيبوا لي رقم الملف ديال بوكريشه وجدوا فلوسكم، راه عندي واحد السيد اللي غيخرجوا لكم. وفرق كبير بين هضرتي انا وهضره فاتحه. اتقبه وارجوع لله السي، وارجوع لله. ويلي انا فضحت الفساد وما هذيك بسطات السمسر عجبني انا ليها. قلت لكم والله تنسكت لكم الى القلب. زيد لا لا ماشي هكا. اش شوف كي قلبتي الهضره، شوف كي قلبتي الهضره. قلت ملي جبت السميه السيد قلت له يلا خصكم شحال غتعطيوني على حيت انا الشطاره ديالي يعني خصني نتخلص عليها. كنضحك كنضحك. هو عجب هادي لهادي وتقبه ما تبقاش تقلب الهضره. راه عندك الاوديو ديال الضخ الضخ ديال المانيا، وراه عندك هضره وكل شيء. ورجع الا كنتي ما سامعوش مزيان رجع ليه، عاود رجع ليه. والله الا انا اللي غنوجه نداء للسي النبوي، لان ما كشت شي عصابه قدكم انتم. اكبر عصابه هما انتم. ما انا ها
نمشيو نتقلبوا كاملين الى لقاو عندي غريال زايد. ها انا شوفوا نتوما اللي درتوا الملايين على ظهر الناس، على ظهر المظلومين، على ظهر المساكن الناس اللي تكرفصات وجمعتوا عليهم الصواني. يا شتي الفرق اللي بيني وبينكم؟ انا اللي غنعيط للسي النبوي وندير نداء ينقذنا من هاد الناس، من هاد الصماصير اللي ولاو عندنا ديال المحاكم، هادو اللي كيتاجروا في الظلم، كيتاجروا في الانسان المظلوم، كيتاجروا فيه. تسم صروف المديمي تا ما قدوم ما هو كبار، ما هو كبار، ماشي تعشى. ها انت عاود غلطتي، ها انت عاود غلطتي. واه خدم عقلك معانا سي توقبة الله يرضي عليك. وتغدى تغدى 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 عندي تا الساعة، عندي كلشي. تغدى تغدى وصاحبي حل دماغك معانا الله يرضي عليك. اش جاب العشاء الهضرة؟ حنا قلنا تغدى، خرج من المهمة ديالو كملها، جا عندها ديريكت. والله يرضي عليك تبت هضرتك، راه عندك الاوديو ديال صاحبتك ديال ميريكا ديال المانيا. وانت اللي مولف كتاكل لا شوف شوف، انا ما قلتش الحلوة، الحلوة قلتي انت، حيت انت مولف كياكلوا لك الحلوة. انا ما قلتش الحلوه، انت مولف كتعطيهم الحلوه ولا كياكلوا لك الحلوه ولا كي. المهم الخبر راه فراسك، خبر راه فراسك السي توقبة المتقوب، راه خبر فراسك. انت عارف كل شيء، شتي برافو عليك شابو، عارف كيديروا العشاء وكيديروا السويت. هادشي انا والله ما عمري سمعتو في حياتي، اول مره كنسمع انا هاد الهضره. انا بنت دارنا ماشي بنت الزنقه بحالكم، ولكن نمشي اللي بواط بحالكم وياخذوا لي تصاور ويحطوني. ريحتكم راه خنازت، سمعتي ريحتكم عطات وخنازت، خنازت بزاف. انا ما قلتش تاع اللي كتقول. الاوديو ديال صاحبتك هو باقي عندك اللي صيفطات لك، داك الضغط الطخ ديال المانيا، هذيك الوزغه ديال المانيا راه باقي عندك. انا ما قلت لا عشاء ولا الحلوه ولا دانون ولا والو. تبقى تقولني شي حاجه انا ما قلتهاش وتقبى تبت راسك الله يرضي عليك معانا. وخليك ثابت وخليك مرزن، تقد خنا حشومه كاع، انت قد ما يطير سيدي ربي، ان شاء الله على ربي غادي يعطيك طيار ما يكملش عليك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، يا جيبو اعتقالها. ودابا شكون اللي خصو يتعتقل، انا ولا انتو النصابه؟ شكون اللي خصو يتعتقل؟ شكون اللي ضرب في القضاة؟ وشكون اللي ضرب في الدولة؟ وشكون اللي ضرب في الوزارة؟ أول البارح وأنت كتجبد لنا وزير العدل ما خليتيه ليش؟ شكون اللي خصو يتعتقل؟ إيش التناقض في الهضرة؟ عندك التناقض في الهضرة، واقيلا ما واخدش الدواء ديالك، واقيلا ما واخدش الدواء ديالك، المتقوب. أنت بديتي كتدخل تخرج في الهضرة، كمل. ملك الله العظيم كتحنوا بعضياتكم. لبنى ما تديش عليا، لبنى وانا ما نكونش قاسي عليك. ملك الله العظيم تتحنوا، ملك الله العظيم، الله العظيم بقيتيو فيا بزاف ماشي غير شويه. سبحان الله كي كتقولها كتجيك زوينه في امك. لبنى ما تقدرش،
راه الا ما شراش الماس في السوحه ما يطلعلهاش اللايف. كيفاش غتبدل المحتوى؟ ما كانش ديك السيده الا ما سبتش سعاد ولا ما قراتش البنات يضربوا فمهم ولا ما دارتش بزاف د الحوايج راه ما يطلعلهاش اللايف، ما طلعلهاش المشاهده. اش كتقولها تقبى؟ واودي يا تقبى اش تقول؟ واه ما قلتي حاجه اخرى من لبنى ماشي. لا سمعنا من عندك، سمعنا من عندك. هذا الملف ديالي ديال نزع الملكيه 10 المليار وما قدوش يعطيونا حتى سكن اقتصادي، والناس كبار غير الهجاجل لا مدخول لا والو، ناس كبار كلهم مراض وكلهم ماتوا لنا جوج العيالات، وحده مسكينه طرطق لها عرق داري جيراني، وحده دايره هكا قلبتها بنتها لقاتها ماتت سكته قلبيه امي جوج العمليات ديال القلب. عتقبة شنو داروا فينا؟ اللي خارج دابا كتخرج الاوديوات ديال نزع الملكيه هادو اللي صيفطلك وما عطيتيهمش اهميه، وخا قلت لك ناس كبار وصيفطلك المسائل ديالهم وقلت لك راه الناس كاين اصغر وحده من دوك الناس عندها 74 عام 80 عام اصغر وحده، وما وقفتيش معانا وما راعيتيش لينا وما بقاوش فيك داك الهجاجل، وناس كبار لا مدخل لا والو. هذاك راه ديالي، هذا الملف راه عندك. اللي كتقول ما كتعرفنيش، هذا الملف راه عندك، ورجع الارشيف ديالك وقلب وغتلقاه، غتلقى الملف ديال نزع الملكيه ساحه ابي الجنود. عشتي عاد دابا انت كتدخل في شي حوايج غادي يصدمك واحد الزطيمه اللي ما غتفكش مني بعدايا، انا ما غتفكش مني لأن وصفتيني بالعاهرة، وأنا بنضرنا غنشوف راسي وأنا واش عاهرة بفري، وصفتيني بالكرشة حنا شرفة علويين يعني كتعاير العلويين، هادي تهمة خايسرة كاع حتى المعودة. وديك السيدة ضحكت عليك قالت لك الرشوة ما الرشوة، أجي ها أجي قلب أجي ها البنكة ديالي ها كلشي نعطيلك، غرقة كريديات سمعتي 3 شهور ما تخلصتش. عتقبة علي جمعتي الصينية على المديمي؟ ديروا راسكم فيا، انا غا مسكينة، انا غا مسكينة داخلة سوق راسي، انا ما كانش دلا رشوة ولا والو، انا داخلة سوق راسي ما فكرشيش العجينة بحالكم سمعتي، انا ما فكرشيش العجينة، انا الحمد لله كنرضى بالقليل باش اللي سهل عليا الله كيسهل عليا فلوس الحلال، ما كندخلش عندي فلوس الحرام بحالكم سمعتي. عدي ما تعاود، مازال ما شتي والو، مازال ما شتي والو، والله الا ما تبعتكم الى قضائيا، والله الا ما ربيتكم الى كاملين. شوفوا هاد السيبه اللي سبتو وهاد قله الحياه وهاد قله الدين اللي عندكم، شوفوا حنا داك المسخه اللي عطاتكم داك الاوديه ديال 3 سنين
ودخلها عندي من تحلى الصفة وهي بدون صفة ونصبت عليا انا نصبت عليا ديك ديال المانيا. حنا نشوفوا هذا الشيء. كنبكي بالليل وبالنهار داروا علينا السلطة وحنا ناس كبار لا صحة وكل شيء بالساك ديال الدواء. وانا كندعي غير الله كنقول لهم تقواو علينا بالسلطة ديالهم والسلطة ديال الله قوى من كل قوي. هادشي باش كنت انا وربي غلبنا الحمد لله. وخا داكشي قليل ميت المهم شديناه اللي كنا غنخرجوا طوال تريال. يا سميتي عتقبة سميتي كتشفف هادشي سمع كيديرها هاديك ديالك انت ماشي ديالنا حنا هاديك ها ديالكم نتوما ديك الجماعة ديالكم هما اللي كيديروها. عمركم شتونا حنا درناها؟ سمع غرك به ناسي حبس 46 قلال راه 4 شهور يا معايا ديك السيده هذاك الضخ الضخ 4 شهور هاكا ديال التسجيلات عندها وماشي غير انا واش جلات العالم شجلاتو والناس في الدوله شجلاتو ما كيعرفوهاش في الاول بحالي كيتصيدت انا فيها كدعي ليا المحبه وتتمشكن باش تمكن يا حاشاك الفعه واحد بنت الكلاب واحد المسخه منها ما كاين عرفتها حتى فات الفوت عاد الناس حضروني منها وعاد صيفطوا لي المسائل ديالها ولكن كان سيتروطار سيتروطار هذا هو المشكل بنادم ما تتعرفوش وكي يدخلك بالهاكم والتكاتورو وسيدي ومولاي وغنوقف معاك وغندير لك وهي اللي كانت كتغرقني هي اللي كانت كتغرقني وكتقول لك كتوقف معايا بحيث كاع واحد النهار طلبات لي كاع التليفون ديال القايد عطيتو لها عمر الله شنو قالت لي اللي ولا داير عليا اللي كان هكا داير بيا ورفض معايا الانباز مابقاش يحمل فيا الشعره شنو قالت له الله اعلم الله اعلم باش تعرفوها بنت الكلاب بلاتي اختي رجاوي بلاتي هو قال يقول لكم غدا ندير لكم اوديو ما بقاش هذا اخر اوديو حبس هنا وصلنا الملف ديال الضابطه وهيبه هاد الحوتاله ديال المانيا بغات ديرني خاتم في صبعها تسيرني كيما بغات لان هي ما عندهاش الصفه انا عندي الصفه غتبقى تجيب ليا ندير لها الشكايات وندفعهم ليها وتكون هي معايا في الملف راه دابا جبت لكم ديك الشكايات راه كاينه سميتها فلانه حقوقيه داخله عندي بالصفه بغات ديرني عبده ديالها ملي درت فيها ما عجباش الحال اختي راه بديت تجيبي لي انا السياسه وديك شي بعيد عليا انا درت الجمعيه غير باش نفك مشكل ديالي ديرني زعيم الملكيه اش داني اختي لشي سياسه واش داني لشي حاجه اخرى واش داني لشي بنادم سيده ما عجباش الحال قالت لا هادشي ديال الوطن وسيري انت راكي حقوقيه سيري انت ديريه لاش انا وهي راه ما عندهاش الصفه كانت مجرده من الهيئه اللي كانت فيها جراو عليها علاش بالخبط ديالها انا غادي نقرا عليكم كاع داكشي ديالها غادي نقرا عليكم داك التجريد ديالها علاش
هاد السيده علاش جردوها من هاد الشيء؟ باش تعرفوها أخبت خلقي الله التلهيئة اللي كانت فيها ما رحمتهمش. الورق بزاف عاد جبتها قبيله هيا قيسة هانتم التجريد من المهام بناء على القانون الداخلي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بناء على الميثاق الشرف للمهنة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان وعلى أثر مجموعة من التجاوزات وسمعوا هذه ديال ديك ضخ ضخ ديال ألمانيا والخروقات الصادرة من طرف المسخة ديال ألمانيا مندوبة الهيئة الديمقراطية هي غير مندوبة كانت لحقوق الإنسان بألمانيا والتي تعتبر تجاوزا خطيرا. ويلي 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 هذه قاعد ما عمري قريت أنا هذه. قالك تجاوز خطير شي حاجة شي مصيبة كبيرة دارت ليهم وخرقا سافرا لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي للهيئة
شوفوا على جردوها، راه ما قبطوش وجردوها، راه شي مصيبه كبيره دارت اليوم، وذلك من خلال قيامها بسلوكات لا تمس بالعمل الحقوقي. مك يمك زيد بصيلة، لا صيلة عند هاد الشيء العمل الحقوقي اللي كانت كدير هي. وفي نفس الوقت تستغل إطارنا الحقوقي العتيد لمصالحها الشخصية وتصفية حسابات مع بعض الشخصيات الفنية والإعلامية والمسؤولين ومؤسسات الدولة. وويلي هادشي كله كنتي كديريه، وسمعت ثقبة، سمعتك ديال ألمانيا اللي عطاتك ديك الأوديات شنو كانت كدير، ناهيك عن سبها وقد فيها للمواطنين. يا سمعي أختي يا شتي، ومناضلي الهيئة، يعني حتى اللي في الهيئة ما سلكوش منك هذاك ضخ الضخ. وتلفيق التهم، سمعي، وتلفيق التهم جوزافة ما فهمتش هذه الكلمة هذه، وتلفيق التهم مما لا يتماشى مع أخلاقية العمل الحقوقي. كتلفق التهم لعباد الله بحال دابا هادشي اللي دارت، يعني ديراتوه ما خاسرة، تسجيل مكالمات شخصية كتسجل وتفرق، فرقاتهم لفرنسا، فرقاتهم القنيطرة، فرقاتهم الصفرو، ما خلات لمن عطاتهم، دابا عاود وصلاتهم الأمريكان عندهم ثلاث سنين مكالمات شخصية، عندهم ثلاث سنين. زيد هذا الإطار المعروف وطنيا ودوليا بالموضوعية والحياد التام في الدفاع باستماتة ورقى حضاري عن كل الملفات الحقوقية العادلة والمشروعة وفقا لمضامين دستور 2011 والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويسعى وبناء عليه تبوت في حق المعنية أنها تتلاعب وتستغل الإطار لمصلحتها الشخصية. سمع داك الجرتي لاد ألمانيا توام اللي عندك مك يمك، خرجات إعلامية غير مسؤولة، عدم احترام مقتضيات القانون المنظمة للهيئة، والتطاول على المكتب التنفيذي، وتتخذ قرارات انفرادية دون إشعار المكتب التنفيذي، حيث أنها ملزمة بذلك حسب قرار انتدابها. وزمعي هذه اللي زوينة، عاود عين حيد هاد الورق مك يمك، هادشي كله دايرة ومازال ما كتحشميش، مازال ما تتحشميش، مازال زايدة كتظلمي في عباد الله، ومازال تتسجلي، ومازال ذلك. وبناء على الشكايات التي توصل بها المكتب، عرفتي شحال الشكايات بها لهلا يوريك، من عدد من المناديب الهيئة حول التصرفات لا مسؤولة للمسمات ضخ ضخ ديال ألمانيا، من ذلك التحريض وعدم الاحترام وعدم احترام العمل على خلق اتفاقات داخل، لا خلق اشتقاقات داخل المنظمة، الشيء الذي لم تفلح فيه، كانت كتخروض حتى ما بينهم باش تشتت الملعب. ساعه ربي ما وصلكش كيرولك، لا حوك شطبوك يشتي المصائب اللي كنتي كديري. يعني هادو كذبوا عليك، حتى هما هادو كذبوا عليك، هادو كذبوا عليك. عسي تقبة، اسمع السيده اللي انت كدابك عاطيك تسجيلات ديال 3 سنين، انت كتطلقهم كضرب فيا بزاف د الحوايج.
كو غير دخلتي الصباح راه درت واحد الفيديو دخل شوف سمعوا وعاد خرج حط هاد الفيديوهات. صيداتك صيداتك، ولكن صياد النعام يلقاها يلقاها يلقاها، سمعتي؟ صياد النعام يلقاها يلقاها. انا بعدا والله لا تفكيت معاك، سمعتي؟ سمعتي داك الموسخ، ولي عندك شي حسابات مع الزروالي انا عاود تنقولها لك، ومازال انا غنعيط للزروالي باش نشوف انا واش بيني وبينو شي علاقه، واش بيني وبينو شي فلوس، واش عطاني شي حاجه، واش درت له شي شكايه. عاد غنشوفها ونتابعك قضائيا، لا انت ولا ديك المسخه اللي عطاتك الاوديوات. مكالمات شخصيه كانت داخله عندي بالصفه وهي مجرده منها، يعني هادي راه حتى هي بحد ذاتها بوحدها راه جرم، راه جرم جريمه. انت ما عندك حتى شي زبله وداخله عندي حقوقيه ومقيده عندي، عندي مقيده في الشكايات بانك حقوقيه في المانيا متبنيه الملف، وانت ما عندك حتى زفت ديال المؤازره، ما عندكش حتى طرف ديال المؤازره ما عندكش. انا عندي، انا كنت كنهضر بالصفه وكلشي وما سلكناش منك. دابا شكون اللي هذاك ثقبه؟ اللهم امين رجاوي، رجاوي اللهم امين. ساختي الله يشافيك، الله يشافيك، الله يشافيك في هاد العواشر، الله يشد لك الصحيحه ديالك. حسبي الله ونعم الوكيل. والله لما تفكيت معاكم، والله ما نتفك معاكم، لا انت يا داك المسخ، هذاك الخانز اللي فمك تنزل غير عطاره، هذاك ثقبه، ولا داك المصيبه دا المانيا مع داك الشيء اللي عندي، توهم ديالها ها هما غير هنا، توهم ديالها ها هما غير هنا، عامره توهم، سمعتي؟ عامره توهم ومعروفه بالتحريض ومعروفة بالتخرويض ومعروفة بالتشتيت، كتشتت الملعب، هما كاتبينها لهنا، كاتبينها لهنا، سمعتي؟ اللهم آمين اختي سعيدة قصيري. حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما نتفك معاك، سمعتي؟ هذاك ولد الجمهوريه، والله لا تفكيت معاك. باش هاد المره ملي تبغي دير شي موضوع سير سول طقس. دابا انت عند بالك راه جاتك شي حاجه كبيره، فرحان عندي 40 اوديو، راه ضحكت عليك. سير دخل، راه درت واحد الفيديو الصباح، طيح من كواريك وسير تفرج فيه. هاد الهضره اللي قلتي انا حطيتها الصباح، حطيتها الصباح، يعني ما فكرتيش العجينه، سميتي؟ انا ما فكرتيش العجينه، ولا انا شاده شي رشوه ولا شي حاجه، انا اش نقدم راسي؟ الحمد لله راه البنكه ديالي باينه زيرو درهم، ماشي بحالكم جامعين، جامعين الحصيصه صواني دارت على مسكين على الاخ المديمي وقلبته ودرتو له الخواض ودرتو له الربندج، سميتي؟ واما داك المصيبه د المانيا هذيك كانت كتسمصر في الاموات، سميتي؟ الاموات وما زقلاتهمش، حراك غتزقل جوج طيفلات، جوج طيفلات اللي عماينيه معاهم، الملف ديالها عند الملف ديال دوك البنات كانوا عندها. انا والله ما كنت عارفه المرحومه زينب مغتصبه حتى هي حتى صيفطات ليا، انا عارفه مات باكسيدون، مشاو يشريو لها حلوه عيد ميلاد، هادشي اللي كانت قاتلنا زوجات الاب. كنت كنهضر غير على ايمان، ما عارفاش انا زينب مسكينه مات ديك الموتى هكاك مكرفصه، ما كنتش عارفه. وهكاك وعندي الملف نزع الملكيه ديالي وغيخرجوني من داري وما تخليتش، وكانوا كيتقاضاو لي الفلوس وكنت كنمشي على رجلي. ثقبه امريكان اللي عيطت لك وما عطيتينيش، ما كبرتيش بيا وما عطيتيش الشكايه ديالي العنايه، راه عندك الملف ديالي نزع الملكيه، وسير رجع للارشيف ديالك ورا نبيل حاضر لان كنهضر معايا،
2020 نعطيك لاداط 2020 الملف ديالي هكا كله عندك، كله صيفطو لك ديال النزع الملكيه. اش درتي؟ ما درتي ليا والو، ما وقفتي معانا، واخا قلت لك ناس كبار، ناس مساكن هجاجل، لا مدخول لا والو، ماتونا جوج العيالات كبار، مواتنا ربونا دوك الجارات، وحده مسكينه طرطق لها عرق في الراس، والاخرى لقاتها بنتها هكا دايره سكته قلبيه. ناس كبار ما استحملوش الفقصه، ما استحملوش داك الفراق ديال الجيران، لان كنا حنا متحدين ما كناش مفرقين، دار وحده، واخا العماره فيها 30 دار كنا دار وحده. ما تلك شي حد، كلشي كيحل دارو، عندك شي عرس كلشي كيحل دارو، عندك اي حاجه كلشي كيحل دارو، كلشي كيعاون، كلشي فين. هادشي ما بقاش، هادشي ما بقاش اللي كنا فيه، ما بقاش. شتتونا، شتتونا، الله يشتتهم، الله يتولاهم، الله ياخذ فيهم الحق. يا ريتكم كان عطاونا غير سكن اقتصادي راه 10 المليار، 10 المليار عباد الله. ودعاني، دعاني العمدة السابق طلب 30 مليون اللي ما عطانيش حتى في داري. اه دعاني، انا عطاني 8 المليون، 60 عام وانا في ديك الدار، عطاني 8 المليون. شنو غادي دير ليا؟ مشات غير في الكرا، مشات غير في الملفات، حتى الساروت ما شريتو. انا بحاصره في ديور الكرا، انا حصلت، حصلت، ما عندي ما ندير، لان ما داروش معنا الحل. قلنا لهم عطيونا التعويض ديالنا هو الاول، عطاونا مهله شهرين ندبروا على راسنا، نقلبوا نهزوا عاد حوايجنا. قال لك لا، تحطوا السوارت هما الاولى. انت بعنا حوايجنا كاملين، الجيران كلشي باع حوايجو، انا خصو باش يكري، الناس ما عندهمش، بعنا حوايجنا، مشينا كرينا، ملي كرينا شهرين ولا 3 شهور عاد عطاونا الشاكات ديالنا، عاد عطاونا الشاكات. أتقبى يسمع اللي كتعايرني، سمع شنو كاين، ما تكذبش عليك ديك السيده. والملف راه عندك، الملف ديالي راه عندك، ديال النزع الملكيه راه عندك، وبكيت عليكم وشكيت وما عرفتيناش، ما وقفتيش معانا، ما وقفتيش مع قال شنو قال لي مركز ياك وجهي مكم الكرشه، الكرشه ومركز، ما وقفتيش معانا. سمعتي اليهودي، انا نقول عليك يهودي، نقول عليك ديوتي، نقول لك عديم الضمير، لان ما وقفتيش مع ناس كبار غير الهجاجل. بكاو الناس خرجينو من ديورهم، بكاو بكاو، وماتوا لنا جوج، امي جوج العمليات ديال القلب بالفقصه. عاد دابا خرجت كتباهر معايا وكتخنزر فيا وكتعاير معايا، وسير نعلط الله هو عليك، صبن صبن نعلط الله هو عليك المصخ. انا نقول عليك مصخ، نقول عليك نصاب، نقول عليك محتال، نقول عليك بزاف ديال الحوايج. وما انا لالاك جمعاويه، والجمعيه هي اللي حماتنا، وانا ما كانش عندي كاع لا جمعيه لا والو. ملي درنا الجمعيه حماتنا، كون ميم خدينا داك جوج فرانكات اللي نتوما ما عرفتوناش، ما مديتوناش يد المساعده، وركا كنت كنرغبكم فتيلي كاع ما كتهضرش بعدا كاع انت معايا، انت كتحسب فكر راك مع شكون، انت حسب فراسك مع شكون انت. كان كيهضر معايا غير نبيل، الحمد لله هو باقي حي. لك الملف ديالي راه عندك، عاود خرج عاير لالاك المناضله، لالاك وبنت سيدك، لا علاقه ليا معاكم. بقيت كنناظر حتى كلشي خدا داك الشاكات ديالو، عاد خرجت انا التاليه وتنوضوا تعايروني. تيق هاد المسخه، شوف شحال ديال الاتهامات عندها، جريده ديال الاتهامات، جريده جريده، ودرتو لها القيمه وسمعتي ليا وفرحان. عندك 40 اوديو، انت بزقتي عليا قبيله، وهاد الوجه الشريف علاوي انا ما غنبزقش عليك. والعواشر هادي اليوم الليله ديال عيد المولد النبوي، انا غنطلق عليك الله، سمعتي، انا غنطلق عليكم كاملين، اي واحد غنطلق عليكم الله. وهاد العواشر الا طلقكم ربي بالدين، راني ماشي شريفه حره، ولا طلقتكم حتى انا راني ماشي شريفه حره. الا طلقتكم، الا ما وصلتشكم كل واحد لبلاصته اللي غيستاهلها، راني ماشي شريفه حره. والله لا تفكيت معاك، سمعتي، والله لا تفكيت معاك. ولا عندك الحسابات، انا عاود نرجع لك، الا عندك الحسابات مع الزروالي، لا انت ولا الوانكم ولا اي واحد، سيروا خرجوا له كاري، سيروا خرجوا له كاري.
راه قد بيكم هو، ما تبقاش تدخلوه المسائل ديالو مع الناس. كنهضروا في موضوع دخلوا لي الزروالي، اي واحد هضر معاك يدخل لي الزروالي، والزروالي باقي حي. الا انا بيني وبينه شي فلوس، ولا انا بيني وبينه شي شكايات، ولا كيعرفني كاع، ولا كيجي عندي، ها هو باقي حي، ها هو باقي حي. انا مرت وصلت للموت بس عطاوني السم وما جاش عندي، طلع لي حتى بالضحك ولا سول عليا، حتى ما كيعرفنيش. وكان كيعرفني كون راه جاي سول عليا. ولكن هذا الاتهام اللي درتو غادي تحملوا مسؤوليتكم، لان انا ما غنسكتش، ما غنسكتش. هذا الاوديو انا سجلته ديالك، هذاك ثقبه المثقوب الوليه بزاز لك كبر من بزاز لي انا، ما هي اللي بزاز لك كبر من بزاز لي، تتعاير معايا الوليه، الوليه انا عيطت لك انا غير الوليه، لانك كنتي راجل بزاف وشويه ساعه جيتي دليل كلب ديال اليوتيوب، كلب ديال سيادك الحاس الكابه بالعربيه الفصحى، الحاس الكابه. ودي ما تعاود هاد الليله، انا غنمشي نعس نضربها بتدويشه كاين نعس نرتاح، لان غدا عندي اجتماع عاوتاني مع 11:30. راني النهار من 5:30 وانا في الاجتماع، وكملنا اجتماع عشاء، لان باش كملنا شي حوايج مفاجاه غيكونوا ان شاء الله بقدره الله اللي نتوما تضربوا في اي واحد. سمعتي؟ سمعتي داك الموسخ ديال الميريكان، هذاك الشفافه ديال الميريكان، هذاك الخانز ديال الميريكان، كتعاير معايا يا انا. حسبي الله ونعم الوكيل، منك ومن اللي وصل لك ومن اللي كتجمع معاه واللي كيعطيك المعلومه على الناس باش تضرب ضرب فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل منك. ولا عاود جبتيني غنجبد لدين والدين باباك الكلب، غنجبد لك العينين ديالك غنجبدهم لك. سمعتي؟ ايوا سير تكمش في قنتك، وهادشي راه غادي يوصل، غايوصل للسلطات. انا ما فكرشيش العجينه، سمعتي؟ انا ما فكرشيش العجينه، الحمد لله كنخرج بوجهي فطح. شوف ديك المظلامه، ديك التخطخ ديال المانيا اللي كتخرج بالكاميرا محروقه، وانا الحمد لله كنخرج بوجهي عريان معروفه. انا في الزنقه كلشي كيسلم عليا، كلشي تيبغيني، الا نتوما الحسان، الا نتوما المكرهين، الا نتوما طرطقتو طرطقتكم طرطقتكم. دابا عندي الحق نسافر في اي دوله، عندي الحق. شتي الا ما جابوهاش غادي نجيها انا حتى تما عند المانيا وغندفع بها شكايه. دابا عندي الحق اي دوله نمشي ليها، ونجي عندك انت براسك الا ما دخلتيش ولا بزاف، المهم غنحط شكايتي، ولا ما دخلتيش غتلقاني معاك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. دابا تخبروا في راسكم، عبراتي ليه. اهلا اهلا ميمي اونكو، ماشي 1,000,000,000. عيشة انفينيكس ولا 60,000. ما ذكرتش انا كاع هادشي، ملي 10 المليار قلت له اعطي يعطيني منا 100,000,000 العمده السابق، نعطيه 30,000,000 اللي دعاني بها. بقاو تهزوا الهضره، تعرفوا الهضره كي دايره، ماشي تبقاو يلصقوا لكم الطراف. من حنا كاع حيدوك، سيري عندهم، سيري عندهم، سيري ونسيهم. عبراتي عليه اختي فاطمة الزهراء قنيطرة، عبراتي عليه الخنز، هذاك الشيء اللي يستاهل. وجه عطارة، فمو عطارة، هو عطارة، هذاك الشيء اللي يستاهل، غير اللي عطى لمو للراس. والله لا تفكيت، انا سجلت الاوديو، سجلته ودي نديه. وهاديك ثقبه دخل واحد الفيديو راه درتو الصباح، دخل سمعو وعاد اجي تعاير مع لالك، دخل سمعو واجي تعاير مع لالك.
سمعتي؟ دخل سمعو واجي تعاير مع لالك نزهة العلاوي. سمعتي هذاك بو بادر خصك غير رفافد، والله الا بزازلك كبر من بزازلي انا اللي مراه، واللورانيه ما عنديش انا، انت عندك. سمعتي؟ انت عندك عليا انا اللي مراه. انا عاهره، راح نشوفوا هاد العاهره، شوفوا هاد العاهره شنو غادي دير. حنا نشوفوا، نشوفوا الدصاره ديالكم، قلت الدين قلت الحياه، وهاد الفم اللي مشراق وسبتو زغتو علينا وما بقيتو تحشمو كاع، غير اجي يا فم اجي يا قناه وطلعي وحلو وبدا تسب في عباد الله. بعادين عليك، انا ما جبدتكش، انا جبدتك في حاجه وحده، ملي جبدلك الوانكم جبدلي الزروال، قلت له كاينه تثقبه صاحبك تا هو كان كيضرب في القضاء، علاش ما تابعتيش؟ كتقول لي غير الزروالي الزروالي الزروالي، ما تجبدليش انا الزروالي الله يرضي ليك. كنهضروا على واحد الملف، هضر لي على الملف، قالك ما كيعرفنيش هو. اتقبه تتعرفني، ملف دنيز على الملكيه ليه دابا هضرتي عليه راه عندك، وانت كتحمل المسؤوليه ديال دوك الناس اللي ماتوا، لان ما وقفتيش معاهم، ما مديتي لهمش يد المساعده، ما عرفتيناش. لان ذنوب دوك الناس اللي ماتوا على رقبتك، على رقبتك اللي كتقول كتوقف مع المسكين وكتساند المسكين وكت انت اللي كتقتل المسكين، انت اللي كتقتل الصوت ديال المسكين. سمعتي؟ وسير ديما تعاود ونعرضت والله وعليك في هاد العواشر في هاد الليله ديال المولد النبوي، وحسبي الله ونعم الوكيل منك اولد الزموريه اللي ولدتك وما رباتكش. سمعتي؟ هذيك امك ولداتك وما رباتكش، وانا اللي رباني راجل، ولد راجل شريف علاوي مناضل. سمعتي؟ مناضل. يلا خوتي خواتاتي الله يرضي عليكم، انا نهار كل وانا في الاجتماع الرازي اللي تفرع لي بالهضره وشي مسائل كنوجدوا لشي حاجه الله يرضي عليكم، الا كانت شي حاجه عاود الله يرضي عليكم، الا سمعتوا شي حاجه في اختكم عيطوا لي، عيطوا لي انا غنسالي اليوم والله، عاوتاني نخرج نشرشم من الموم، ماشي غير المشاريع المشاعر، غنشرشم بكم الارض باش نوريكم مع من نتوما، لان تصرتوا 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 اكثر من القانون. وديك الصبيصه ديال المانيا انا عاود تنقولها لك، ها وجي وجهك، انا عاود تنقولها لك، انا عاوجي وجهك، دابا عندي الحق نمشي اي دوله، شتي لما جي جابوكش غتلقايني عندك تم، لا انت ولا داك الثقبه. سمعتي؟ غتلقاوني عندكم، وراه كاينين سفاره مغربيه تما، ونحطو شي كيتنا حنا كاع تما. ام ادم خرج ثقبه كيتعاير معايا، عطاتو داك الصبيصه ديال المانيا ودويات عندهم 3 سنين، ذلك انا كنضرب في القضاء. الا دشتو اللايف ديالي اللي درت الصباح الفيديو، هادشي اللي دابا اللي خرج هو عاد تيحاجينا، انا قلت الصباح، انا قلت الصباح دخلوا الفيديو ديالي وغتشوفوا، شوفوا الفيديو ديال هذا اللايف ديالو، هادشي انا قلته الصباح، وعاد خرج عاد فاق من النعاس عاد فاق من القلبه. ام ريم لا لي الحقره والله ما كذبت اختي. ميمي اونكو علاش غنجاوبك؟ عيني نرجعو تشوفو علاش نجاوبك.
لا 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 ميمي اونكو، هذاك الشو البلبله اللي دارو خليوني يندوز اثنين وثلاث عندي الشغال، اما الاربع اما الخميس انا في قنيطره. هذيك بلبله دارها قيلوش باش كيدي يخربق لنا الدماغ ديالنا. هذيك واحد الجرت وما خرجت بشي هضره، وهو صدق الكذبه، قال الكذبه وصدقها. ما كايناش هاد الهضره اختي، ما كايناش، باقي التحقيق باقي كلشي، مازال كاين الملف مازال. شكرا اختي تي اش، الله يطول لكم العمر. ضحكتيني يا رباح طلال. هو غادي ايوا خليه تيخلط على صحابه. يلا غنتكافاو بهاد اللايف، شكرا لكم، شكرا لتتبعكم. وداك الخانس ديال ميريكان، داك الميكروب، داك المريوه ديال ميريكان، دخل واحد الفيديو ديالي راه درتو الصباح، تفرج فيه. وبالنسبه للملف اللي هضرتي عليه دنيز يعني الملكيه، راك انت عندك الذنوب، دوك الناس اللي ماتوا ديتي التقليد ديالهم. وحاجه اخرى، انا ما عمري كنت مسترزقه ولا كنبيعوا نشري في القضاء ولا كنضرب في القضاء بحالكم. وباي باي، مع السلامه. ام حال المتتبعين ديالي الغزلان، وانا ما كنتهددش، ما فكرتيش العجينه، وغادي تطرطقوا وحنا نشوفوا شكون اللي غادي يتعاقب. سميتي ياك عيطتي النيابه العامه، حنا غنشوفو، حنا غنشوفو. اون فافواغ مسيو، تقبى. باباي باباي توتو، باباي. سميتي هذاك توتو عندك شحال هاد السميات؟ ويلي 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 ويلي، كل مره تخرج لنا بسميه. والله ما كذبت يا اخ توراري، والله ما كذبت يا خويا حميد، والله ما كذبتي. اللي تربى في شهور القوة داك بغيتي يكون، والله ما كذبتي. ولكن جا ماشي ما تيحشمش، ما عنده لا طاسيله لا معدن، جيتي اجلف خنز الخلا الزغرات النقافة. واه خدمتي نقافة، والله الا جات معاك داك الزغرات اللي زغرتي نقافة ما كتزغرتهاش، وغايسير بدل دير الخدمة ديال هاد النقافة. تحية النقافات كاملين، بغى يحيد لكم الخدمة ديالكم، مشى كيزغرت حتى هو. نعلط الله يوا عليك اللي كتوصف راسك بالعيالات، نعلط الله يوا عليك ابو بادر ابو بزازل. سمعتي سمعتي داك الموسخ، يلا تعدى ضابط الايقاع. 45 اوديو، خليه يطلق من هنا حتى العام الجاي. هذاك الشيء اللي كان عنده 3 سنين وغايقس عنده 4 سنين. الله يستر. يلا بارك عليكم، خليوني نوض ندوش نمشي نعس، غدا عندي اجتماع مع 11 ونص. والله الا عييت وحق الله، كنوجدوا لشي مناسبه عييت. ورا مازال فيها، مازال شي مثل انا ما بقيتش عاقله عليها، اللي فيه شي حاجه ما كتنساليهش، اللي فيه شي بليه ما عمرها كتحيد منه. يلا باي باي عليكم، امسيه سعيده وعيد مبارك سعيد، عيد المولد يا ربي يدخلوا عليكم بالصحيحه ولهنا وبجميع المتمنيات. اللي تمنى شي حاجه ربي يحققها له، وهما هادوك الله يعطيهم الحبس من عندي انا كاملين. سيروا الله يعطيكم مصيبه في هاد العواشر، سيروا الله يلقيها لكم في هاد الليله ديال المولد النبوي. سيروا كيف جبتوني وهضرتوا فيا في السوء، بغيت ربي ما يبيتك ما يصبحك يا ثقبه، لا انت ولا داك الصوبيصه ديال المانيا. سيروا دوما تعاودوا، سير الله يعطيك تفقصة في العزيز اللي عليك، يحرق لك ربي القلب ديالك فيه. يلا سير تصبحوا على خير، يلا باي باي.